بسم الله الرحمن الرحيم. واصطلاحا ترتيب امور المعلومه المتوصل بها الى مجهول. يعني اصطلاحا اللي هو ايه؟ النظر. تعريف النظر اصطلاحا. اصطلاحا منصوب عليك. على ايه؟ قول. على نزع الخافض. يعني يقول لك لغة، يعني ايه؟ في اللغة. اصطلاحا يعني في الاصطلاح. فلما نزع الخافض عاد الى النصب مرة، لانه في الاصل كان منصوبا، فلما اشتغل المعمول بحرف الجر اصبح ايه؟ مجرور. لكن هو مش مجرور، لانه مشغول اشتغاله بحركة ايه؟ حرف ايه؟ الجر. فعاد الى النصب. لما شلنا سبب الخفض انتصب ايه؟ كما كان قبل. يبقى معناه ايه؟ في الاصطلاح. خلاص كده؟ وزن ايه؟ اصطلاح افتعال. بس الطاء دي سببها حرف الاطباق. لما يكون حرف مطبق تبقى التاء بتاعت الافتعال تنقلب الى طاء. اذا سبقت بصاد او ب او بضاد او بضاء او بضاء باحد الحروف الايه؟ المطلقه. يبقى تاء الافتعال ترد الى طاء اثر مطبق. بس بشرط يبقى مثلا ايه؟ احتكار. ليه ما قلناش احكي طاء؟ ليه؟ لانه الحاء ايه؟ الحاء من حروف الاستفهام. لازم يكون الحرف اللي قبل التاء بتاع الافتعال حرف اطباق. وحروف الاطباق كام؟ أربعة. يبقى اصطلاح اصلها اصطلاح، بس ما تجيش عشان اطلاق الصاد مفخمة ومستعلية ومطبقة والتاء مستفلة. ولازم يجي ايه؟ يجاور السعيد يسعد. يجي حرف ايه؟ مجانس لها بالقوة. زي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. أصلها إيه؟ اصطاء تاء. ليه قلبت التاء طاء؟ لسبب. السبب هو إيه؟ حرف الإيه؟ الصاد. واصطاء لمجاورتها يعني لحرف الإطباق. ولذلك تجد اصطبار، اصطناع، اصطلاع. هنا اصطلاح. كما اذا اردت ان ترتب امورا لتعرف بها وجوده تعالى، وذلك بان تقول العالم متغير. يعني عاوز يقول لك، يعني هنا طبعا قال لك ترتيب فكر، فلازم تكون الامور دي مما فيه مجال للفكر، يعني حاجه تعمل فيها الفكر، حاجه تصل من خلال او من واسطه الفكر الى هذا الذي نريده. ترتيب امور معلومه، يعني معلومه بايه؟ كيف علمت هذه الامور التي سنرتبها؟ اما علمناها بالوسائل اللي قلنا عليها، في المشاهده، يعني اصبحت اخبار متوافره مثلا، زي ما نرتب كده نقول كده القران ده قديم ولا حادث؟ الناس ما يقول لك ده حادث، لفظ وصورته بعضهم القديم وصفه. فنعمل ايه عشان نوصل؟ نرتب ايه؟ مقدمتين كده، واحده صغرى واحده. فنقول كده القران كلام الله. دي طبعا معلومه، دي خلاص ثابته بالاخبار المتواتره. القران كلام الله او لما ثبت من صدق ربه. ونروح نجيب المقدمة الثانية اللي فيها الكبرى، هي الصغرى، الكبرى تجمعها كل كده. كل كلام الله قديم. إذا ما فيش إيه؟ كلام الله حاجة، كله إيه؟ قديم. القرآن إيه؟ كلام الله. شوف كده كلام الله. نرجع كده إيه؟ في محمول وفي موضوع. فنعيد ثاني، نخلي إيه؟ المحمول نعيده ثاني موضوع. وكل كلام الله قديم. نحذف الحدين المقررين. تبقى النتيجة ايه؟ قديم. تبقى هذه ايه؟ المجهول اللي توصلنا اليه. انما في عندنا حاجتين معلومتين، الاولى انه
القرآن كلام الله والسامع إنه كلام الله. فلما رتبنا دي مع دي نتج لنا أن القرآن قديم. أو ده طالب مثلا بيدرس حينجح الطالب ده مصطفى وشين علي علي ده حينجح الطالب. فأنا راح أقول لا أنت فين أنت ليه تفكر أنت رأي كده لغيت عقلك كده ده والله أعلم سواء أنت قلت أو ما قلت شو أعلم. ما سألناك عن حاجة مثلا نحن عايزين نتوصل يعني هل يعني مقوماته هل مذكرته هل فكره هل حفظه هل علمه يوصل إلى النجاح ده السؤال مش السؤال. احنا عايزين مقدمات يعني يعني مثلا هل ممكن ده يسرق هل يجني ما فيه مش يقول لي لا لأن يكون فيه مقدمات نصل فيها. أول إيه نقول الطالب ده أي طالب هل سينجح فنقوله كده إيه هنقول الله على زي ما أنا فيش لا مقدمات ولا فيش أمال هنقول إيه نقول السؤال كده الطالب ده مجتهد ولا مجتهد ولا مش مجتهد فطبعا كل اللي شايفينه ليل نهار عم ياكل وبيحضر محاضرات معناه ده إيه جايز وصلنا إلى كونه مجتهد إيه بحكم بالمشاهد يبقى هو مجتهد. ده المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نقول إيه كل مجتهد ناجح. عمرنا شفنا مجتهد فعلا يعني ما نجحش يبقى كل ده العادل أو التجربة جربنا كان واقع يبقى كل مجتهد ناجح. إيه النتيجة الطالب ناجح. يبقى نرتب أمرين معلومين إنما لو رتبت أمرين مجهولين في علم الغيب عمرك ما هتصل او هتصل الى نتيجة مجهولة او النتيجة المجهولة الوصول اليها زي عدمه وما وصلتش لحاجة وصلت في الاخر من الله اعلم. يعني مثلا الطالب مجتهد الله اعلم ان كان مجتهد فبالطالب المجتهد هينجح الله اعلم ان النتيجة الله اعلم. يبقى لازم يكونوا امرين ايه معلومين او ثلاثة او اربع بس مهم يكون في رابع يعني يكون الثاني مبني على الاول والثالث مبني على الثاني. ما هو كده ما بقاش سبهلة كده عدم الترتيب ده هيؤدي الى لخبطة هتطلع نتيجة بس هتطلع ايه معانك شديد مش فاشلة لما احنا عاوزينها مرتبة. كيف الترتيب لازم نبني ده على نحن يعني يكون الثاني مبني على ما تقدم مش العكس وإلا هتتعكس النتيجة. واضح؟ اقرا لو ان وجود النظر تتركه المعلومه ثم مجهود كيف يكون هذا مع المقدم الذي لا يعرف السؤال ايه ده؟ قلنا وجوب النظر لا هو النظر ده لا يجب على المقلد لان النظر ده هيوصلك الى المعرفه والمقلد لا معرفه عنده وانما عند مقلده. فالكلام ده ما يدخلش فيه المقلد. المقلد دائما يمشي مع النتيجه لكن ما يمشيش مع المقدمات. انت وصلت الى نتيجه وهو اطمئن ليك وعرفك انسان ماشي مظبوط يبص يمين شمال وكان همشي ورا ده. يمكن دي اسباب ان انا ما عنديش الاهليه ان انا افهم زي ما هو بيفهم او ما عنديش وقت او انا بصرف عليه خليه هو اللي يفهم هو اللي يذاكر هو اللي ينجح وانا اخد الثمره مثلا. فالمقلد ده ما يدخلش فيه الكلام ده. الكلام ده لمين ده؟ اللي هو لا الكلام تنظر الى نفسك لمين؟ الذي يريد الوصول الى المعرفه عن دليل وعن علم لا يخاطب به المقلد. يعني لمن يريد النظر. يلا لان نقول العالم متغير وهذه مقدمة صغرى علمت بالمشاهدة. هي معنى متغير؟ الله انت تنكر هذا الان دلوقتي فيه تغير ولا مفيش؟ من ساعتين كانت الشمس طالعة راحت فين؟ فلما حصل تغير بعد ساعتين حيأذن ربع ساعة العشاء كذا الفجر كذا حتى في نفسك ترى وتشاهد التغير. كنت طفل صح ما شاهدتش نفسك كنت جنين لكن ابدأ مع ما شاهدته. كنت مثلا عندك
عشر سنين أنا عشرين كنت شاب بقيت شيخ وهكذا. هذا حي مات، هذا زرع أخضر أصبح إيه يابس تجروه الرياح. التغيرات دي مشاهدة في كل شيء، ليس هناك شيء في تغير. حتى الأشياء اللي احنا ما نظن انها هي ثابتة وشامدة وجامدة، ولكنها في الحقيقة ايه وترى الجبال تحسر وهي تمر مر السحاب، وليس هذا المقصود دي في الآخر الدنيا وترى الجبال. ففي تغير في الكون، سواء الأمور التي نشاهدها والأمور التي نرى ثبوتها نقيس ما لا نراه على ما نراه، نقيس اللي يغيب عنا على ما نشاهده، فنقطع بأن كل الموجودات متغيرة. جريان الزمان على الثابت جاء التغير، وجريان الزمان عليه، لأنه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نشوف الهلال هو كده يكبر وكده يعود ثاني الى الحقيقه. شوف كده ده تغير المشروط. اي شيء يجري عليه الزمن فهو متغير، فهو داخل في التغير. وحتى على الاقل اقل حاجه في التغير التي نقطع بها جميعا انه كان هذا الشيء لم يكن موجودا، يعني تغير من حالة العدم إلى حالة الوجود. وكل موجود لابد أن يكون كذلك، كل إيه حادث كل موجود في الله كان عدم وإيه ثم ينعدم ثم وهكذا. إذا في تغير أقل شيء أو أجمع شيء أو أشمل شيء من عدم إلى أو من وجود إلى عدم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل تغير ثم جعل من بعد قوة، فسبحان الله حين تنسون حال التغير بعدين وحين التغير وله الحمد في السماء وحين تبحين حين يعني كل حالة تغيرت أو اختلفت عن الأخرى. يعني هنا إصباح، هنا إمساء، هنا ظهر، هنا عشية، كمان في حالة تانية اللي هي العشية وعشية. إذا العشية غير المساء، بعض الناس تفهم العشية ده اللي هو المساء، لا العشية اللي هو الأصيل ده اللي هو بعض العصر غير المساء. وكل متغير حادث فإن كان موجودا بالجهد. هذه هي المقدمة الصغرى وهي معلومة لنا بالمشاهدة أن العالم متغير. يعني مثلا لما يولد الطفل يقولوا ده هي عندنا طفل، لو جيت بعد عشر سنين وقلت فين الطفل اللي كان هنا هيضحك عليك، لو تصدر لك راجل يا أخي فاتح بيت ده كان طفل لكنه تغير، فهل يبقى الطفل طفلا ولا الرجل رجل ولا البنت لا يتغير؟ فمعنى كده الطفل اللي كان من 20 سنة الآن بيجي أرض بيجي معاه طفل، وليس هو الطفل اللي شفته، مع أنه هو من حيث الذات وليس هو من حيث إيه الصفات. لو كان صفة طفله الآن صفة إيه، لكن هو اللي مش هو، لكنه تغير. فالتغير ده مشاهد، واللي يمكن المشاهد ده يعتبر ايه مكابرة او معاندة حاجة مشاهدة. وكل متغير حادث، ما معنى كل متغير حادث؟ كان عدم يعني معناها كل ما يتغير هذا دليل على انه وجد ولم يكن قبل وجوده موجودا، يعني طرأ عليه الوجود حادث، يعني الوجود عليه طارئ لم يكن موجودا فظهر او فحدث او فوجد. كل متغير حادث. اذا هي علامة الحدوث، سمة الحدوث التغير، هي أكبر وأوضح وأدلى سمة للحادث أنه متغير. نعم.
سمعني. القرآن والعقل، لأن القرآن لا يعارض العقل والعقل لا يعارض القرآن. الله تعالى يقول وفي أنفسكم، هنجيب الأدلة القرآنية فيما بعد، وفي أنفسكم يعني انظر هنا بلد، تنظر إلى إيه؟ ها؟ إلى نفسك. إيه المراد بالنظر إلى نفسك؟ بص إلى نفسك تجيب مرآة كده وتعلى، انظر إلى أحوال نفسك، أنك لم تكن موجودا فوجدت، إلى أنك كنت جنينا فطفل فشاب فاشب، انظر إلى التغيرات منها ذاتك أصلا. فهذا مما تقطع بأنه لم يكن له وجود. يعني الشعر الأبيض من 20 سنة وعادم كيش موجود، ده تغير ولا مش تغير؟ والتغير معناه الحدوث، يعني حدث لك أو وجد فيك شيئا لم يكن موجودا. خلاص؟ كان موجودا بعد عدم فثبوته ظاهر، وإن كان معدوما بعد وجوده فكل ما جاز عليه العدم. واحد في هنا حاجة مهمة. طبعا احنا ايه اللي بنشوفه؟ بنشوفه الايه؟ ها؟ ان كان مع كده، ان كان موجودا بعد عدم فحدوثه ظاهر، يعني الحاجه اللي هي ما كانتش موجوده ووجدت ظاهره واضحه زي الشمس، ها؟ شيء ما كانش موجود، يعني مثلا لا الغروب الشمس الليل حدوثه، يعني ايه؟ يعني وجوده بعد عدم، يعني قبل ذلك ما كانش في ليل، من ساعة ونص أو ساعتين كان نهار، هذا أمر ظاهر. إنما العكس، إن كان معدوما بعد وجود، يعني كان موجودا وأصبح ايه؟ عدم. إذا هنا عاوز إيه؟ إن كان معدوما بعد وجود، إذا كده فكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. يعني بص كده، هل العالم ده، واحنا مش عارفين العالم ده كان عدم ولا ما كانش عدم، احنا الان مشاهدينه شايفينه ونقطع لانه حادث، تمام كده، لكن معنى حدوثه يعني معناه وجوده بعد عدم، احنا بنقول كده كل ما جاز عليه العدم، يعني جاز عليه أن يقرأ يكون موجود بعد عدم أو معدوم بعد وجود، يبقى معنى هذا أنه يستحيل أن يكون قديما. كل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. فنتج العالم حادث، فتقول العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح هو محال. يعني كده وصلنا الآن دلوقتي إلى أنه إيه؟ لهذه المقدمات العقلية، أن العالم حادث. ليه؟ لأنه موجود بعد عدم. كيف ذلك؟ لأنه متغير، التغير معناه حادث، كده؟ إذا النتيجة اللي وصلنا إليها كده، المقدمة الصغرى العالم متغير، والكبرى كله متغير حادث. النتيجة العالم حادث، هل نقف عندها؟ هنجعلها مقدمة ليه؟ لأنه حيدور سؤال في رأيك. طيب العالم حادث كده من نفسه ولا له محدث أحدثه، يبقى لازم نعمل مقدمات ثانية. فعنقول كده العالم حادث، خلناها مقدمة صغرى بعد ما كانت نتيجة، وكل حادث زي ما نقول كده هذا الشيء مصنوع، وكل مصنوع لا بد له من صانع، إذن فالعالم له صانع. ثاني، العالم حادث، الأول كانت إيه؟ كانت نتيجة لمقدمتين، هنجيب مقدمتين ثاني بس دي واحدة منهم اللي هي النتيجة. إذا مقدمة صغرى العالم حادث، ما معنى حادث؟ احفظها كده عشان ده مصطلحات. العالم مع الحادث معناه ما أول له،
يعني ما وجد بعد عدم، يعني الحادث هو اللي وجوده مسبوق بعدم، هذا معنى كلمة حادث. تفضل. ما كان وجوده مسبوق بعدم يسمى ايه؟ حادث. هل في القرآن الكلام ده؟ في القرآن حاجة اسمه حادث؟ القرآن ده ايه؟ ده الخلق، ده نقل الحدوث. تدل الإشارة إلى الحدوث أو إلى دليل الحدوث ده في القرآن في قوله تعالى: أولم يروا أن الله، أولم يروا أن الله يبدئ الخلق ثم يبدئ، يعني ايه؟ يعني هيبدأ. كيف بدأ الخلق؟ إذا الخلق له بداية، قبل هذه البداية ما كانش في خلق، معنى كده المخلوق ايه؟ حادث. اللي ممكن نقول كده ايه؟ كل مخلوق حادث، وكل حادث مخلوق. ليه؟ لانه لو قلنا كده العالم حادث ووقفنا ونعلم ان البدء او الياك العبر بدنا الواحدة خدناها من ايه؟ من المشاهد، والثانية خدناها من بدائيات العقل اوليات العقل، ان معناها اذا رأينا فعلا فيقطع العقل منه في فاعل، وهذا تقرر لك حتى في طبائع او في بدائيات البهائم. البهائم مش الانسان، لو انه عندك حمار في الزريبة وجبت له ايه؟ خشبة وضربته بها، هيعمل ايه؟ اول ما يرى الخشب معاك يفزع فيه لو انت داخل بيها، لانه تقرر في قبع الحمار. افر انت دخلت حبيت تضحك على الحمار وهو داخل وغافلته، رحت لاقش الخشب ورحت خفيها بسرعة، فالحمار يبص يمين شمال ما يلقاش ايه؟ الخشبة، لكنه احس بايه؟ بألمها. فتقرر في طبع الحمار انه مش ممكن يكون الضرب من غير ايه؟ رغم انه ما شافهاش، فاستدل على ان في خشبة ضرب بها من ايه؟ حاجة فطرية من اثرها، مش معمول بعد كده تروح تزعم منك ضربت ايه؟ معروف ضربة اليد ضربة الايه؟ الخشبة. افرض جبت طفل مش حمار ورحت ضربته ولطمته ورحت مداري ايدك بسرعة، بعد نص يمين شمال يمين قلت له محدش ضربك، حاجة كده ايه؟ لطمة شكلك بس مفيش حاجة، ما يصدقش، لانه لازم طالما في لطمة يبقى في ايه؟ في لطمة، انه بدهيات العقول تأبى ذلك، طالما في لطمة في لطمة، في فعل له ايه؟ فاعل، في صنع لها صانع. يبقى لما نقول العالم حادث، يبقى كل حادث لابد له من محدث، يعني معناها العالم له محدث، يعني له صانع، يعني له موجد. فمن هذا المؤهل؟ وصلنا الى المطلوب هنا، اثبات الايه؟ اثبات المحدث، اثبات الايه؟ الصانع. في طبعا احتمالات، انه افرضها العقل يقول لك انت بتقول لي انه هو الله، ما تقول هو الطبيعه، ما تقول هو العالم نفسه، ما تقول المصادفه، قول اي شيء. لكن حقيقي بعد تجد انه هذه الاحتمالات هي كلها اشارات. ليه؟ لانه في حاجات ثانية غير انه فقط مجرد احتمال، لانه فانظر الى نفسك ثم للعالم العلوي ثم تجد به صنعا. يبقى بديع الحكم ده والاتقان يدل على ان الصانع مختار ومريد وله ارادة وله قدرة وله وهذه الصفات لا يمكن بها صفات الكمال ينفع نسمي بها الطبيعة، ولا ينفع نسمي بها الخطة العمياء، ولا ينفع تكون العالم نفسه، لأنه ده معناه هيؤدي إلى ترجيح بغير إيه؟ بغير مرجح. واضح كده؟ نعم. فانظر إلى نفسك. ماذا دليل أن المتغير حادث؟ ليه؟ ما دليل هذه القضية أن المتغير حادث؟ الدليل اللي هو المشاهد. يعني ما هو التغير ده بنراه، تمام؟ والحدوث معناه الوجود بعد عدم، فنقطع بأن هذا الشيء اللي هو تغير حدث، يعني لم يكن موجود ثم وجد. ما هو دليل المشاهدة؟ والمشاهدة لا تحتاج إلى ما هو الدليل، أنت رأيته قبل ذلك هل كان موجودا؟ لا، فحدث.
فظهر في الوجود، يعني ظهر في الوجود شيء لم يكن موجودا، هذا هو الدليل اللي هو ايه؟ المشاهدة، فيما نشاهد حدوثه، لكن مش في كل شيء. يعني مثلا قال تعالى: ما أشهدتهم ما خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فكيف عرفنا حدوث السماوات والأرض وحدوث أنفسنا مع أننا لم نرى حدوثها، لم نشاهده؟ مش ده السؤال؟ تعالى أنا ما الحكم على المثل؟ حكم على إيه؟ على مثله. أنا شاهدت ابني وشاهدت ابني وشاهدت اللي بعد وشاهدت الناس كلها، يبقى أنا اشمعنى أنا وأنا مثله؟ فاللي ينطبق عليهم ينطبق عليه. حتى الأعرابي لما قال، لما شاف الحقيقة العظمى اللي هي إيه؟ مصير الناس إلى الموت، قال في شاعر جاهد: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر. لا صحيح، مريض غير مريض كله بيموت. ورأيت قومي يمضي نحوها الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم خارج. فاللي حيمشي عليه واللي حيمشي عليهم. فلما انطبق هذا على الايه؟ على من يماثلك، فهو منطبق عليه. كل ما في الامر انه اللي قبلك شافه وانت ايه؟ ما شفتوش، وانت بتشوف اللي بعدك، وهكذا. سنة الله ولن تجد لسنة الله. فانظر، يعني المراد بالنظر ايه؟ الادراك بالفكر. يعني اذا اردت المعرفة، لان النظر وسيلة لها. طب ليه قال فانظر الى نفسك؟ لما اقم انظر الى انفس الناس، شو معنى نفسها؟ انا خليني ليه نفسك بالذات؟ لانك انت اذا، يعني شوف كده، اذا استطعت يعني اي شيء تخدع فيه لا يمكن حتخدع نفسك. يعني الحاجة الوحيدة اللي انت صريح معاها مع نفسك، اذا كنت يعني عاوز تصارح ولا بد من المصارحة. يعني ترى الرجل يكذب على الناس جميعا، انما عند نفسه ما المسألة هنا حتتناوله هو بالضرر. فعند نفسه يكون ايه؟ يكون صادق وصريح، زي ما ضرب القصة بالرجل الايه؟ حلاق القرية. حلاق القرية ده كان ايه قصة كده؟ كان في طبيب، ولما جاء الطبيب وحدة طبية، وكان هو اللي بيقوم بخل الأسنان، هو اللي بيختن الأطفال، هو اللي بيتولى مهام الطبيب في القرية. فطبعا الطبيب ده حيوقف ايه؟ رزقه، وحيمنع. فأشاعت الناس ان الطب ده جهل، وطلع بيستلزم فلوس، وطلع مقصدين، وقالوا عليه الناس ايه؟ تنصرف عن الطبيب، والرزق الرزق بالنسبة له ايه؟ مفتوح. فكل ما واحد يمرض يقول له اوعى تروح بحي غير المفروض، يكتب لك كذا، ويمكن يعمل لك يفتح لك بطن وياخذ منها اشياء، ممكن ينسى فيها شيء، فيخلي الناس تنفر بحجة انه اي حجة، وهو ايه يعلم يقينا انها كاذبة، لكن بيلجئ اليه مصلحة الشخصية. فمرة كل ما يمرض واحد يقول له لا مش يسيبك من كلام فاضي، كلام جهل وكلام كذا، فالناس الجهلة يتبعوه. ففي الليل، في ليلة من الليالي مرض ابنه، وعارف انه هو بيتخبط في العزم، وجاي ولفه سرا كده وراح به مين؟ الطبيب. قال ليه؟ لانه اذا كذب على الناس مش هيكذب على ايه؟ يبقى معنى كده المؤنية امرك هنا بالنظر الى نفسك، لانها اقرب الاشياء اليك، اقرب حاجه اليك نفسك. ما اظن فيش حاجه اقرب من نفسك ليك بالنسبه للمخلوقات يعني. اما خلاص دي قضيه ثانيه، او لسطن بالايمان دي. انما اقرب حاجه للانسان نفسه. فاذا كنت صادقا معها فمن باب اولى ان تكون صادقا مع الغير. يعني معناها لو نصبت على العالم كله مش هتنصب على نفسك. فدي حقيقه مره يقف الانسان عليها. يبقى المراد ايه؟ ليه امر بالنفس؟ ها؟ انا اقرب. وبعدين قال لك ايه؟ ثم يعني ترتيب
طب لماذا لم يقل لك انتقل؟ لانه لو ممكن تقتدي انك عاوز يشغل بحشين عشان ما يبلبلكش. يعني لما تنظر نظر مرتب كده علمي بهدوء واطمئنان يعني، ثم ولم يقل وقت ثم تتفكر بالآية ولم يقل وقت ثم، عشان ايه؟ تاخذ راحتك، تاخذ التمهل، ما تتسرعش، ممكن التسرع يؤدي الى الخطأ. يعني انظر نظر باطمئنان كده ثم انتقلي. ينتقل بعد النفس الى ايش؟ افرض انا بعد نفسي رحت انتقلت للعالم ايه؟ السفلي. عكس، هو قال لي ايه؟ وانظر الى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. انا قلت لا، انا ايه اديني، خليني انا في السفلي. او واحد ثاني قال لك انا مش حبدأ بنفسي، انا حبدأ بالعالم العلوي، او حبدأ بالعالم السفلي وحخلي نفسي ليه في الاخر حقتم بها. اذا السؤال هنا، هل صحة النظر، يعني النظر الصحيح المراد منا شرعا، هل هو متوقف على هذا الترتيب؟ لا، يعني معناها الترتيب مش شرط، ابدأ زي ما انت عارف، بس ايه الاحسن الافضل انك تبدأ بنفسك وبعد كده بالعالم العلوي. طب ليه العلوي؟ قال لك عشان اعظم وابدأ، يعني انا ساحر عليه، يعني وفي ايه؟ سنريهم اياتنا وفي انفسهم افاق. ما المقصود بالعالم السفلي والعلوي؟ العالم العلوي السماوات يعني، والعالم السفلي ما هو في الارض وحياتي الشرق. العالم العلوي عن النجوم السماوات، فلم ينظروا الى السماء فوقهم. في العالم السفلي فينظرون الى الابل، الى الارض، الجبال، هذا العالم السفلي اللي انت قاعد، والعالم العلوي اللي هو فوقك. يعني اذا لا يشترط انه نرتب. يعني اذا السؤال، هل صحة النظر تتوقف على ذلك الترتيب؟ الجواب ايه؟ لا، لا تتوقف، ولكن ده ايه؟ الامثل والاحسن. لما قال فانظر الى نفسك، يعني الى ذاتك. طب وكيف ينظر الانسان الى ذاته؟ يعني فكر في ايه؟ في احوال نفسك من سمع. كيف شق الله سبحانه وتعالى هذا السمع؟ كيف تصل الاصوات؟ كيف نسمع؟ كيف نمهيد؟ امور عجيبه يعجب الانسان عن الفكر إذا فكر، حيسجد لله سبحانه وتعالى في السمع فقط. بس جعل لكم السمع والبصر، وبعدين النطق كيف ينطق وكيف يعرف، وبعدين نقول كيف أنا طويل وأبي قصير أو العكس، وكيف أنا وأخواتي قصير ومعنا أخ يزيد على متر، من البطن واحدة والأب واحد، إيه اللي حصل؟ مش ماكينة، هي مش مخبز آلي يطلع فورم واحدة، ده نظام هندسة إلهية كبرى. يبقى المراد أن تنظر في أحوال نفسك وصفاتها وما يعتبرها من رضا وغضب وانفعال ولذة، وكل هذه الأحوال متغيرة من عدم إلى وجود. يعني أنت الآن سعيد وراضي، فجأة اتنككت، جالك رسالة في التلفون أو جالك مسج، ده بصينا منك انت كنت في قمة السعادة وحصل لك نكد مفاقه، ده ايه دليل على ان النكد ده من لحظة واحدة كيف تقوله؟ او جالك خبر سعيد اغمي عليك، وانت مش متعود على الاخبار السعيد لما يجيلك حايبة، انما الاحيان ماشي معاك ما خدت عليها اي حاجة، متوقع انها تكون أصبح عندك إيه؟ مناعة لقبول الإيه؟ المصائب. نعم. إذا هنا هذه الأحوال، لو أنت تدبرت في أحوال نفسك قبل أحوال العالم العلوي أو العالم السفلي، تقطع بأنها أحوال متغيرة، يعني معدومة بعد وجود أو موجودة بعد عدم. وهذا معنى إيه؟ أن لك صانع أو أن لك مدبر أو أن لك خالق هو الذي جعل هذه الأحوال تجري عليك. لأنه لو ما فيش خالق، أنا عمري هثبت نفسي على سن 33 سنة مش حديدة بقى، خلاص
ما ليه اللي بيخليني اتغير ده مش انا في حد عاوز ايه وهكذا طب ايه اللي خلاك مت ايه اللي خلاك مرض يبقى معناها مش انت يبقى معناها دليل على انه ليك خالق ليك مدبر اه ده ايه بالنظر الى ايه الى نفسك طيب احنا وصلنا من خلال هذا البيت الى انه اول واجب على الانسان هو المعرفة طب والخلف اللي بين العلماء بدل وفيه خلف منتصر في اول واجب مش في وجوب المعرفة وهذا الخلف تبين لنا انه لفظي ليس حقيقي لانه ما فيش تعارض بين قول من الاقوال كلها ولكن كل قول يوصل الى او يتفق مع القول لان المعرفة واجبة والوسيلة بتاعتها النظر والنظر وسيلته البدايات حتى نصل بها الى النهايات والنتائج والقصد اليه لابد وهكذا اذا ما فيش تعارض اذا الخلاف ايه لفظي لماذا استقر الامر على ان اول واجب هو المعرفة الجواب بسيط لان ما عدا يعني جميع الواجبات الاخرى من تكاليف الشرعية وغيرها متوقفة عليها ولا تصح الا بها يبقى اذا لا بد ان تكون المعرفة هي اول واجب انما الموضوع النظر سهل لا فيش فيه مشكلة انما هل يصح واجب اخر لغيرها لا يعني كل الواجبات ما عداها متوقفة عليها كمل نعم أسماء وقتيرة أن أسماءها توقيفية كذا الصفات فاحفظ السميع يعني هو الصانع وأطلق على نفسه ذلك صنع الله الذي أدخل كل شيء والتقدير كل شيء صنعه كده فهو سبحانه وتعالى يوصف بأنه صانع نصفه ولكن لا نسميه في فرق بين الاسم والصفة من يسمى الصانع ليه لأنه الأسماء على المختار عند أهل السنة التوقفيه وحتى لا يتوهم المعنى انه الصنع ده او الصناعه لازم يكون ليها مواد والات فلما كان الله تعالى موجدا من العدم فسمى نفسه خالقا ولم يسمى صانعا حتى لا يشتبه مع الصانع اللي احنا نعرفه ده عاوز الات يعني انت بتصنع الكرسي عاوز منشار وعاوز مسامير مش ممكن مهما كنت بارك صنع لابد يكون عندك الالات فهو لا يعالج بآلة ولا بمادة فمن أجل هذا لم يتسمى بالصانع مثلا واحد سألني سؤال لما هو في اللغة العربية الأكبر أبلغ من الكبير شنو؟ فربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الكبير ولم يتسمى بالأكبر ليه؟ لأنه لو تسمى أكبر بأفعل التفضيل لو تسمى بالأكبر لكان بعض الخلق بالنسبة له كبير ولكنه تعالى أكبر ولكن لما كان هو الكبير وكل ما عداه صغير فلم يتسمى بالأكبر حتى مع أنه أبلغ بس حيوهم معنى فاسد فكبير يعني معناه كل ما عداه صغير لو قال أكبر يبقى معناه ما عداه صغير وكبير أيضا بس هو الأكبر إنما نقول الكبير إنه الكل صغير وله الكبرياء إذا الأسماء على المختار توقفية إنما هو يوصف بأنه صانع أم لا يوصف يقال صانع أم لا يقال كل الذي أكبر صنع الله يبقى هو صانع ولم يقول صنع الله يبقى هو لكن ده وصف وليس اسم فنقول العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث والا لزم الترجيح من غير مرجح وهو محال فنتج العالم ايه معنى الترجيح من غير ما دام في ترجيح يبقى في مرجح يعني في طرفين كده متساويين مش في كفتين في الميزان لو رجحت واحده يعني واحده ثقلت او واحده خفت يبقى في مرجح فلا دير هذه من بدائل الأمور مش حاجة ترجيح بغير مرجح
لازم يكون في ايه؟ في مرجح. ليه قلنا لابد يكون في مرجح؟ لانه العالم يتساوى فيه الوجود مع العدم، لانه ممكن. يعني ايه تعريف ممكن؟ يتساوى وجوده مع عدم. يعني ممكن يكون موجود، نعم، ممكن يكون معدوم، ده عندنا طرفين اللي هو الوجود والعدم. فمن الذي رجح احد الطرفين على الاخر؟ والمراد بالترجيح طرف الوجود، لان العدم لا يحتاج الى مرجح، هو باصله عدم. نرجح العدم، يبقى اذا ايه اللي رجح وجوده على عدمه، مش اللي رجح عدمه على وجوده، لانه العدم ده اصله. يبقى لازم يكون المرجح ايه؟ من خارج العالم، مش هو العالم. واضح؟ نعم. لانه لو كان العالم هو الخالق يبقى حيلزم ايه؟ انه العالم موجود دور ده. العالم موجود، يعني مثلا لو كنت انا خالقا لنفسي هذا دور، فمعنى انه انا قبل نفسي ونفسي قبلي. اه ده الدور ده. يعني يبقى انا قبل نفسي عشان اخلق نفسي. شفت كده؟ موجود الشيء قبل وجوده. الشيء متقدم على نفسه متأخر عنها. وهذا ضبط. إذا كان العالم هو الذي أوجد العالم، فيلزم أن يكون العالم موجود قبل العالم حتى يوجد العالم. هذا كلام فاضي. يعني أنت في سراية المجانين قلت لك فلا رأي ده المجنون ده من بين من بيننا. المجانين مش هيقبلوا. نعم. فنتج العالم لا. نعم. وإذ أخذ الله، وإذ أخذ ربك، ولو إذ أخذ الله ميثاق النبيين، فئتين، في ميثاق على النبيين وفي ميثاق على بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ده ميثاق أخذه الله تعالى على الأرواح قبل خلق الأجساد، أنهم أقروا له بالربوبية، ثم جاء الإنكار بعد ذلك، أن تقولوا يعني بعد ما خلقتم في هذه الدنيا إنا كنا عن هذا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. نعم. فنتج العالم لا بد له من محدث، وهذا المحدث واجب الوجود، إلى آخر الصفات التي يتوقف عليها الإيجاد، وإلا ما وجد العالم. قوله إلى نفسه أي لأنها أقرب الأشياء إليه. يبقى هنا فانظر إلى نفسك. خلاص كده؟ نعم. في كلام كثير ممكن تألف كتاب كده اسمه كده فانظر إلى نفسك. والله ممكن تأخذ فيه رسالة الدكتور. النظر إلى النفس دليل على وجود الخالق أو على وجود الله، وتأتي بأحوال النفس وصفاتها ومراتب، حاجة عجيبة مجلدات. يصبح يعني يكون محاضرات وندوات ولقاءات ومؤتمرات. لو فانظر إلى نفسك ثم انتقلي، ويكفي إلى النفس وفي أنفسكم، بس أفلا تنظرون. يعني يكفي ما لا ينتقل. هذا اسمه يتنور. يعني إن أردت أن تنتقل يعني تزيد يعني تتجول وتأخذ جولة في العالم معك، في عندك العالم العلوي، ثم ثم انتقلي للعالم، العالم إيه؟ العلوي. ثم سواء كان علوي أو سفلي اسمه إيه؟ يبقى العالم دي لما تسمع كلمة العالم دي اسم ايه ده؟ اسم جنس. هي معنى اسم جنس يعني لا واحد له من لفظه. لما تسمع كلمة اسم جنس زي رهط، يعني رهط دي جمع لكن ملاش واحد، ملاش مفرد يعني. وزي قوم، قوم دي من الجمع ده بيه المفرد ايه؟ قومي ولا اشتراك؟ لا، إذا ليس له واحد من لفظه. إذا العالم اسم جنس. طيب لما نقول قوم كم يعني كم واحد؟ شنو نقول مهجان؟ قال لك اسم جنس لا واحد له من لفظه غير محصور في عدد. يعني مش محصور في عدد قوم، ممكن يكون 100، ممكن يكون 1000، ممكن يعني مش محصورين في عدد معين. ولذلك لا، كلمة العالم دي مش محصورة في عدد معين، بحيث لو زاد بنعمل عالم ثاني عندنا أزمة. لا، ما يبقى كده غير محصور في عدد. يبقى إيه من الناحية اللغوية لسه، من الناحية الثانية. فالعالم اسم إيه؟ اسم جنس.
لا واحد له غير محصور تعالى. يشمل ايه العالم ده؟ يشمل كل موجود سوى الله، لان الله موجود بس مش من العالم. اول ما تسمع كلمة العالم، كل ما سوى الله، يبقى هيدخل فيها الملائكة، هيدخل فيها الانس، وهيدخل فيها الجن، وهيدخل فيها العوالم المرئية وغير المرئية المشاهدة والغيبية. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، او بما تعلمون وما لا تعلمون، واخلق ما لا تعلمون. اذا العالم كده في تعريف علم التوحيد كل ما سوى الله. ولا نعم اصلا دخلت في ذات الله ايه؟ لا لا، مما تبصرون هو مما لا تبصرون، مش داخل ده فيها، يعني مما هو مخلوق. يبقى العالم تعرف كده كل ايه؟ كل ما سوى الله تعالى. مأخوذ من ايه ده؟ مأخوذ من العلم ولا من العلامة؟ قال لك ينفع مأخوذ من العلم، لانه دليل، دليل، والدليل علم، والدليل ده مش هو بيدل على ايه؟ الله سبحانه وتعالى. وينفع من العلامة، لانه علامة يعني يشير، في علامة وفي علم. العلامة دي بتشير اشارة، يعني انت ماشيين وعاملين كده علم، ده علامة، دي العلم بتاع يعلم به، يشير الى الوطن يعني. فالعلامة يعني اشارة، فاذا كان يشير الى خالقه يبقى كده علامة، واذا كان يدل يعني بالترتيب بعلمه يبقى في اشارة، اشارة مش لازم تكون علم. يعني مثلا في نار كده تدل كده، تشير الى انه في هنا ناس، فالتاتي فلما رأى نارا اشارة الى ان في العلامة تؤدي للعلم، تؤدي. يبقى العلم معناها عرض نظر وترتيب، وليس الى دليل، يبقى من العلم. اما اذا كان علامة يبقى هو يا اما من العلم يا اما من الايه، يا اما علامة، والاثنين ماشي. ان هذا صحيح وهذا صحيح. ولفظ العالمين الحمد لله رب العالمين يتناول ايه؟ الجن والانس والملائكة. ولذلك جاء الراجل لما قال في اول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. قال اذا مرسل الى الانس والجن والملائكة، ولكن لما كان الاجماع على انه ليس مرسلا الى الملائكة، الإجماع الذي استقر عليه، فبقي إيه؟ أنه مرسل إلى الإنس والجن قطعا. الملائكة ثبتوا بدليل ثاني مثلا، أو أخرجوا بدليل إيه؟ بدليل. وعلى كل حال حتى اللي قال بإرساله صلى الله عليه وسلم، الدين التركي قال إرسال تشريف وليس تكليف، فما فيش خلاف إنه الإرسال يعني فيه تكليف، يعني ليكون للعالمين نذيرا. طب حينذر الملائكه ايه؟ مفيش انذار للبشر، فهنا خرجوا بالقطع. فاصبح العالمين مراد بهم ايه؟ الانس. لكن ممكن خد بالك تاتي كلمه العالمين في القران مراد بها الايه؟ الانس فقط. اتاتون الذكران من العالمين، ما ينفعش هنا ايه تدخل الجن، لا قدره لهم على ذلك، بل مراد بها الايه؟ البشر، يعني الذكور من البشر. طيب ان الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين، ما تجيش فيها الملائكه ولا تجيش فيها الجن، العالم زمانك. اذا ممكن العالمين في القران مراد بها المخلوقات عموما، كل ما سوى الله زي الحمد لله رب في الفاتحه، او مراد بها البعض زي ليكون العالمين نذيرا، او مراد بها صنف معين. يبقى تستعمل في اكثر من اطلاق او في اكثر من استعمال بحسب السياق. بس من العالمين هو أخرج الملائكة الذكران برضو، لأنه مذكر يعني هنا لا الملائكة يدخل، أتأتون الذكران ولا في نساء العالمين تدخل الملائكة، لكن تدخل في الحمد لله رب العالمين ما تدخلش، تدخل.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حيدخل الملائكة. فمرة يدخلوا ومرة يخرجوا. أما احنا داخلين على أي حال، مع الجن داخلين، مع الإنس داخلين، مع العفاريت داخلين. قوله إلى نفسك، أي أنها أقرب الأشياء إليك، يعني معناها سهل عليك المسافة. قال لك إلى نفسك، ما تعبتش ولا تروح فوق الجبل إلى نفسك. أظن يعني مش هتكلفك حاجة، بس كل ما في الأمر هتطلع من الضار إذا كان معاك البص. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار. شوف كده، هنا في هنا حدوث شيء بعد شيء، تغير من حالة إلى حالة. وهذا نطفة من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. طب واحد يقول أظن ما شفتش السلالة وما شفتش النطفة، لكن إيه لما شفت اللي بعدها وشفت الخلق الآخر وشفت التسوية، فمش معقول ربنا سبحانه وتعالى في الجانب واللي قبل كده يرجع. لا، يبقى معناه نستدل بصحة الجزء الأخير على ما تقدم فنسلم بالكل. يبقى بنى ليك أشياء أنت مقر بها على أشياء أنت لم تشاهدها، فعلمت أن الكل صحيح. زي الرجل لما سمع، رجل من المشركين ومن المعاندين، الوليد بن المغيرة، لما سمع الأوصاف فلا تطع كل حلاف مهين أمال هشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذليل. كم وصف ذلك؟ 10. بس في حاجة ما عرفهاش، كل حاجة حلاف قليل أدب لسان كله ده عارف مرتاح في نفسه، لكن موضوع انه هو ابن زينة دي عرفها كيف هو يا حالي ما شفهاش يا أبوحي. فراح لأمه وقال لها ايه: إن محمد وصفني بعشر صفات، 9 منها صادق، فلا بد أن يكون صادقا في العشر. يعني مش معقول يعني افتري علي بوحدك، فلا بد دي تكون صادقا مثلي، صارحيني وإلا سيفه. فلم تجد بده وقالت له الحقيقة فشوان بصدق وتولي بعد ده كله كمان نكلم. ثم خلقنا من نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فاستدل بصحتها، ها، بصحة ما تقدم على صحة هذه الخصلة وهذا الوصف. فكذلك لما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأشياء لاحظناها نستدل بصدقها على صدق ما تقدم. لأنه لو كانت دي خطأ أو كذب حيلزم من كده كذب إيه الأمور الأولى. شفت كده؟ لو كان الأخير كان يقول حيلزم كذب إيه الأول، ولو كان الأول غير صحيح حيبقى الآخر غير صحيح، مع أنه ثبت العكس. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحانه وتعالى. فإذا تأمل الإنسان في تبارك، هنا لما تسمع فتبارك الله أحسن الخالقين ليس المراد بها الجمع، لأنه ما فيش خالق سوى الله، وإنما الخلق في القرآن على كم معنى؟ 3: خلق بمعنى الإيجاد، والخلق بمعنى التقدير، والخلق بمعنى الكذب. يعني وتخلقون إفكا، فأنا بتخلق بس إيه حاجة مش موجودة كذب يعني. فسمى الله تعالى الكذابين خالقين، لكن بيخلقوا إيه؟ بيخلقوا خيال، ما فيش حاجة كذب يعني. يبقى الخلق كذب وتخلقون، والمعنى الثاني اللي هو التحويل، يعني تحويل شيء إلى شيء آخر، شيء موجود فربنا يحوله حاجة ثانية. والمعنى الثالث هو الإيجاد من العدم. يبقى المراد هنا الخلق بالمعنى الثاني اللي هو التحويل، مش بالمعنى الأول، لأن المعنى الأول لا خالق إلا الله. أما المعنى الثاني سيدنا عيسى عليه السلام يخلق، وإذ تخلق القرآن قال له أنت بتخلق، والنصارى يفرحوا في هذه الآية، بس أنتوا إيه كهيئة، وربنا ما قالوش بتخلق طيب، ده قال له هيئة يعني شكل يعني، وما قالوش الهيئة، حتى الهيئة ما عملهاش عيسى،
زي الهيئة اللي انا اللي عمل كاف. فالكاف دي هو حتى الهيئة ما عملهاش، فخد من الهيئة اللي ربنا عملها وعمل زيها. زي ما انا ارسل الانسان اروح ابص في واحد وعمل زيه، يقول انا بعمل ده مش هيئة كهيئة. واحد يقول لي ايه معنى الكاف اللي هنا كهيئة؟ لما هي هيئة، هي ما هو الهيئة هيئة، هيئة ربنا هي اللي اوجدها الصورة. وبعدين بإذن الله فسابوا بإذن الله، وقفوا عند وعي التخلق. اذا فهو خالق والخالق، شوف المغالطات هذا ايه ده اسمه ده مغالطات. واضح بقي كان كم بقى على الشمسين بس كم من بص دول. فإذا تأمل الإنسان نفسه وجدها مشتملة على سمع وبصر وكلام ولوح وشم. وقوله إلى نفسك، خلينا على إيه؟ وقوله إلى نفسك يعني إلى أحوال نفسك. الله تعالى أعلم. الله صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد.